ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على نصايح مهمه كتير لاصحاب برج القوس خلال شهر نوفمبر لعام 2021. برج القوس احنا عندنا خلال شهر نوفمبر امور قد ايه لازم نكون حذرين منها. على قد ما عندنا ايجابيات خاصه في الامور العاطفيه وبدايات مهمه كتير، خاصه كمان في خلال الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر هيكون قوي بالنسبه لنا وحاله تعويض كبيره، الا ان عندنا اول 3 اسابيع تحذيراتهم اكبر بكتير من الاسبوع الاخير. طيب بالنسبه لي اول حاجه تخص التحذيرات هي ان الاضواء كلها مسلطة على سلبياتك او على المشاكل او العصبية بتاعتك، اول حاجة اللي بتصدر عنك ليها علاقة بامر ما سلبي او خطر عليك، فخلي بالك كتير دايما من افعالك، من تصرفاتك، من كلامك، من عصبيتك، من ان انت تكون حد بيزقك بالكلام على حد. يعني خلي بالكم كتير من اثارة الطاقة السلبية جواكم بسبب بعض الاشخاص اللي هم انا بسميهم حريقة بصراحة، لا يعني يقومك ويسخنك وفي الاخر من وراك على اللي سخنك ضده ده هو بيقول له حبيبي جدا يعني. فلازم تكون حذر كتير من الناس المقوماتية، وان انت تقوم، والطبع بقى اللي هو الشدية والنارية ده لازم تكون حريص كتير منه، خاصة العشرية الثالثة. طيب بالنسبة كمان لحاجة تانية يا برج القوس، يعني موضوع العصبية والجو ده لازم هكون حذر منه جدا. طب الحاجة التانية، واعذروني ان انا اقول الكلمة دي بس مش كل اصحاب برج القوس هيكونوا بيمروا بيها، بس في جزئية لو احنا لقينا الموضوع ده قدامنا هنكون حذرين. ايه هو الموضوع؟ العمليات المشبوهة او الحاجات اللي ليها علاقة امضي الورق مش هيبان، تفتيش عليه مش هيبان، كبر الحاجات دي اللي زي كده اللي فيها نوع من انواع ان انا بسلق الدنيا، بكبر دماغي، بعك من الاخر. فخلي بالكم كتير من اي حاجه ليها علاقه من النقطه دي. طيب برج القوس اي حاجه بقى متعلقه بده لازم اكون حذر. ليه؟ عشان هتجاب. طيب برج القوس من ضمن برضو الحاجات، وعلى فكره حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا لما بصوا ان انت تصاحب ناس كويسين ده شيء كويس كتير ليك. خلي بالك من الناس اللي مش كويسه، خلي بالك لانك هتتاخد عاطل في باطل. بمعنى عندك حد بيقوم بافعال سيئه انت صاحبه هيتقال عليك نفس الكلام، اصل خلي بالك في كلام تشويه سمعه ابن لذينه بيتقال عنك، فخلي بالكم كتير من كلام تشويه سمعه، او خلي بالك كتير ان في ناس بتتكلم ضدك في حاجات سخيفه، فكون حذر. انا اسفه كتير ان انا بقول لكم حاجه زي كده، بس انا من واجب عليا او من واجب عليكم ان انا اقول لكم حاجه زي كده، لان ده طبعا تاثير حركات كواكب. والله انا ماليه دعوه خالص، انا بالنسبه لي انا ازعل ان برج القوس ان حد، انا لو بصوا انا على فكره انا من النوع اللي بغير جدا جدا على برج القوس عشان تبقوا فاهمين يعني، فانا بقول لكم ده تخلي بالكم منه. طيب برج القوس برضو الحاجه اللي هي بعد كده او النصيحه اللي بعد كده هي الامور الصحيه، فلازم تكون حذر كتير على الوضع الصحي، يعني حاول ان انت تهتم بصحتك اكتر. عايز اقول لكم على حاجه مهمه كتير، لما تكون انت متابع مع دكتور بسبب مثلا مشكله صحيه ومش لاقي نتيجه، او حاسس نفسيا كده ان انا مش مرتاح للدكتور ده، حاسس ان هو مش جايب نتيجه معايا، يبقى لازم ان انا اروح لدكتور تاني. خلي بالك كتير، اصل كتير من برج القوس على فكره يبقى بيعانوا من النقطه دي جدا جدا، ويكون عندك حاجه تستدعي طبيب، فما تهملش فيها، ما تهملش ان انا اقول لا ده مع الوقت مش عارفه ايه، او ان انا كسل، او يبقى عندي خمول. خلي بالك اكتر على الوضع الصحي، خلي بالك اكتر باهتمام النظام الاكل والمشروبات والنوم والقلق والخوف او التوتر المتواجد عندك، لا ده لازم ان انت تمحيه، تقلله. انت بتضحك قدام الناس قوي لكن من جواك في حزن او في زعل او في نوع من انواع ان انت قلقان على امر ما، ففكره القلق ده مدمر للصحه، بالظبط كده زي التدخين مدمر للصحه. فخلي بالكم كتير يا برج القوس من النقطه دي، خلي بالك من القلق وحافظ على صحتك قدر الامكان، سواء الصحه النفسيه او الصحه اللي ليها علاقه باللي هو سواء مثلا الماكل والمشرب والجو ده والنوم والحاجات اللي زي دي. وكمان بالنسبه لك لو انت بتعاني من مشكله يبقى انا لازم اكون عندي بتابع طبيبه، فخلي بالكم كتير عشان في منكم عنده اهمال لصحته. طيب برج القوس اهتم بالحبيب، بمعنى عندك اول 3 اسابيع الوضع المهني مش حلو، مش مطالب ان انت تدخل في امور مهنيه جديده ولا ماليه جديده ولا مشاريع جديده، الا ان الوضع العاطفي حلو رائع مميز. طب ليه ما اهتمش بالحبيب واخلي فيه جو رومانسي كده؟ يعني استغل الوقت في حاجه ايجابيه تانية.
حاول ان انت تقرب من الحبيب جدا، حاول ان انت تهتم بالشريك قوي، حاول ان انت يبقى في علاقه حب وصداقه وود وجو لذيذ كده ما بيني وما بين الشريك. انت عندك غيره على الشريك والشريك عنده غيره عليك، خاصه يا برج القوس لو انت بتتعامل مع ابراج هوائيه او ابراج مائيه، فانت الابراج دي واكله دماغك، بس في نفس الوقت احسن التعامل معاهم، فكر ازاي اجذبهم ليا اكتر، حاول ان انت تقرب من العلاقات العاطفيه بتاعتك وتحسن العلاقات والخطوات العاطفيه، واهتم بالحبيب قوي عشان ما يفهمكش غلط. برج القوس كمان بالنسبه لك انت حاول كتير في الامور المهنيه، عشان بس اطمنك وان انا جبت سيرتها كده بشكل صعب شويه، هي ان انت عندك الوضع المهني مش مطالب ان انت تدخل مشاريع جديده، مش مطالب انك تسعى لترقيه بشكل قوي، مش مطالب للشراكات المهنيه. لازم اكون حذر جدا في اني انا ادخل في شيء جديد اول 3 اسابيع معاك، الاسبوع الاخير اعمل اللي انت عايزه، الاسبوع الاخير ده بتاعك، الاسبوع الاخير ده رائع جدا 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 بالنسبه لك، وهيكون في نوع من انواع الخير والتعويض الكبير قوي. يعني على فكره احنا بس عندنا المشكله كلها في اول 3 اسابيع، بس انت بتقدر تتعامل معاهم طبعا، يعني بتقدر ان انت تبقى مركز في شغلك الحالي، مش هعمل حاجه جديده، مش هدخل خطوات جديده الا اني هخليني مستمره على مسيره معينه، على خطوات معينه، اكون حريص جدا في شغلي، هو ده الانسب ليك في التعامل في خلال الامور المهنيه خلال الوقت ده. طيب برج القوس في الوضع المهني، اذا انت قلت لك ان مش مطالب بشغل جديد او عمل جديد او شراكه مهنيه، او ان انا اكون بسعى ان انا اوصل لترقيه او اوصل لهدف ما عشان ما يحصلش فيه خلافات ما بيني وما بين زمايلي في العمل، خاصه ان ممكن يكونوا اقوى منك، خاصه ان ممكن يكونوا قادرين على التلاعب في بعض اوراقك او امور خاصه عليك فيبدا يوقعوك في مشاكل، فخلي بالك كتير، مش عايزين ندخل في مشاكل. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي ليها علاقه بالامور الماليه، خلي بالك من التسرع في دفع فلوس، في ان انا ادخل اسهم معينه، في ان انا مش عارف ايه، لان في خساره ماليه ممكن نتعرض ليها، فلازم اكون حريص جدا. طيب برج القوس بالنسبه لي ده للوضع المهني والوضع المالي. طيب في حاجه برضو تانية مهمه كتير، وهي ان انت حاول على قد ما تقدر يا برج القوس ان انت تكون حريص اكتر على مظهرك وعلى شكلك وعلى مظهر تعاملك مع الاخرين. ليه؟ لان ده هيخليك ان انت تكون واثق في نفسك اكتر، وهيخليك ان انت عندك حكمه في كلامك او ارائك. الشكل والمظهر وان انا هكون حريص على تعامل ايديا يعمل كده. برج القوس انت بتحب المظهر قوي وبتحب الشكل قوي، بتحبش ان انت تبقى اقل من حد ابدا، خاصه مرأة القوس، فلما تكون مهتم قوي بمظهرك فهتحس ان انت تقيل، وهتحس ان انت قوي، وتحس ان انت انا مميز كده تقيل، فتحس ان انت عايز تسمع اكتر الناس، تبقى شايف نفسك انا عايزه ده، مش شايف نفسك بغرور. على فكره برج القوس اني اقول لك النقطه دي ده لان انا عارفه ان انت شخص مش مغرور وانت شخصيه مش مغروره، بس بيخلينا ان احنا نكون مهتمين بمظهرنا قوي، وان انا بقول لكم نكون تقال واحسن من غيرنا في الستايل او الشكل او المظهر كمان، فده بيخليك ان انت تقيل في الكلام. انا مش عايزك تتكلم كتير، انا عايزك تسمع اكتر، لان الكلام الكتير هتغلط، خلي بالك الكلام الكتير هتغلط فيه. عايز تجرب جرب، اقعد في وسط قاعده وهيس في القاعده دي، هتلاقي نفسك بتقول كلام ما ينفعش انه يتقال، هتندم كتير بعد ما تقوم من القاعده دي على الكلام اللي انت قلته. فحاول على قد ما تقدر ان انت تحجم نفسك بمظهرك وجموديه كده، تبقى واثق من نفسك قوي، عشان ده اللي هيخليك انك تتعامل بتقل مع الاخرين من حيث الكلام. طيب دي نقطه مهمه كتير. برج القوس برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اوصلها لك جدا، انك حاول دايما تكون بالقرب من الاصدقاء الكويسين وتسمع نصايح الاخرين. انا مش باخد نصايحهم ككتاب مقدس، ولكن انا باخد نصايحهم ان انا افكر في النصيحه، افكر في رد الفعل، افكر في القرار اللي قاله لي فلان ولا علان، فلازم ان انا اكون اسمع اللي قدامي من نصايح، لازم ان انا اخد خبره من الاخرين في امر ما. انت محتاج كتير ده، محتاج كتير ان انت تكون فاهم اكتر اللي بيحصل حواليك، لان على فكرة اصل كوكب المريخ لما يكون موجود في برج العقرب ده بيخليك ان انت متسرع، وبيخليك انك متسرع في الغلط، متسرع في الغلط. فانا لما اسمع رأي من حد او قرار من حد او اخد فكرة من حد او تجربة من حد مرة قبلية بموقف معين، فده هيكون انسب كتير ليا، انا محتاج جدا ده، فعليا ان انا اسمع او اخد باراء الاخرين او بتجارب الاخرين. طيب برج القوس بالنسبة لك الحركة التنقلية مش لذيذة كتير اول 3 اسابيع، التنقلية البعيدة يعني لو سفر، ان انا اكون بسوق بالليل مثلا، او ان الحاجات اللي ليها علاقة بحوادث السيارات او الجو
والجو ده كله، يعني لازم اكون حريص على ان انا مثلا بدخل سباق مع صاحبي بالعربيه، او ان انا الجو ده مش لطيف ابدا. فخلي بالكم كتير منه اول 3 اسابيع من الشهر. طبعا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بس صدقوني والله كل نصيحه بقولها لكم من قلبي، وعشان خوف عليكم، وكان عندي استعداد ان انا ممكن اكون ما اقولكمش حاجه زي كده على فكره، ولو تبقى الدنيا كلها بامبي بامبي بامبي. هو ما فيش شهر بيجي كله بامبي، وما فيش شهر بيجي كله ضرب نار، لا، عندك دايما ايجابيه ودايما في سلبيه. يعني عندك الاسبوع الاخير هو قادر على تعويضك بشكل رهيب، ابن لذين حاجه كده، بسم الله ما شاء الله. اول 3 اسابيع محتاج تحذير كبير، مع ان اول 3 اسابيع في الامر العاطفي رائع جدا جدا. واخد بالك انت من الفكره اللي انا اقصدها ايه؟ بس انا نصايحي يمكن تكون ثقيله عليك، عشان انا طبعي بغير على برج القوس جدا، وبحب كتير ان برج القوس يكون بمأمن. عندي كده سبحان الله عاملين لي عمل ان انا احبكم. عامه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.